بسم الله الرحمن الرحيم احييك اخي الكريم واحيي المشاهد مشاهدينا الكرام تحيه لك بالنسبه لهذا الموضوع هذا الموضوع تربيه الخنازير بدا عام 2018 ممكن نحن ذكرنا في منذ عامين قبل يعني منذ عامين وكان موجودا في الستينات القرن الماضي ايضا في عهد موسيتو الثوره الثقافيه في ذلك الزمان كان ايضا يوزع الخنازير ولكن طبعا ليس بهذه الكثرة الموجودة الآن مثلا لكل أسرة ثلاثة أربعة خنازير يوزع ومن ثم كانوا يجبرون على تربية هذه الخنازير في ذلك الزمان وكانت اختفت هذه السياسة يعني منذ ثمانينات القرن الماضي إلى 2018 يعني عادت مرة أخرى وهذه المرة عادت مرة أخرى وأصبحت توزع الخنازير إلى إلى الأسر المسلمة لتربيتها ومن ثم يعني بحجة إثراء المنطقة وسكانها يعني الدولة يعني هي كل التي تزشر الشرقية لابد أن يكون لديها خنازير أم نعم. يختارون بعض الأماكن أو بعض القرى أو أو يعني حسب ما وردنا في أغلب المناطق فيها خنازير أصبحت موجودة يعني في أغلب البيوت تجبر الأسرة على أن نعم على ترع ربي الخنازير. أن ترعى الخنازير ومن ثم يعني الدولة هي التي تشتري وهي التي يعني توزع في البدايه ومن ثم هم ياخذونها ايضا وهذا كل هذا بسبب يعني بحجه طبعا اثراء هذا الشعب واغنائهم واخراجهم عن الفقرة يعني كل هذا كلام كذب اصلا ما هي الحقيقه؟ الحقيقه كل هذا لتخفيف للتخفيف عند المسلمين ما يسمى نظرتهم الى الحرام اصبحت معروفه حتى يهون عليهم حتى يهون عليهم رؤيه الحرام رؤية الحرام وقتل والتعامل وقتل مع الحرام لان هذا اصبحت سياسه الصين حتى في الداخل الصيني كما هو منشور في وسائل الاعلام المختلفه ازالوا عن المطاعم كلمه حلال حتى في بكين وفي شنغهاي وغيرها من المدن الكبيره اصبحت كلمه حلال هذا كانه نوع من التشدد او حتى يعتاد دينية. المسلمون على الحرام يعني نعم واما في تركستان طبعا الامر اشد من ذلك <applause> كل هذا حتى يعتاد المسلمون ويرى هذه المنكرات تربيه الخنازير وثل... و... والخمر في المحلات يعني اصبحت كل محل سواء مثلا ما يبيع ما يؤكل ما يبي مثلا كل المحلات سواء مطاعم او محلات لبيع الماكولات كلها اصبحت يعني مجبره على وضع الخمر على واجهه المحلات لان هذا من شروط السماح لاستمرار فتح المحل والا يغلق المحل ولذلك كل هذا لتهوين الحرام امام اعين الناس امام اعين المسلمين هدف هذه السياسه ما هي